Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we will do a general English test for third year secondary English uh, long man uh, tests. So let's do that together. Uh, first question I did not send the report until I at يبقى until I had received it طبعا لما يكون عندنا حدثين في الماضي تو ايفنتس الايفنت الاولاني يكون في الماضي التام وبعدين الايفنت اللي بعده في الماضي البسيط يبقى انا استقبلت الريبورت الاول اوكي okay, اللي هو I had او يعني راجعته الاول I had revised it يعني راجعت التقرير وبعدين I sent it وبعدين بعته يبقى في عندي تو ايفنتس الايفنت الاولاني هاد ريفايزد رجعت التقرير وبعدين اي سنت ات افتر ذات يبقى اذا الاجابه الصحيحه دي هاد ريفايزد الماضي التام طيب سؤال نمبر 2 ماي انكل فور ذا كمباني فور 10 ييرز وين هي جوت ذا بروموشن نفس الفكره برضه هاد بين وركينج اللي هو ماضي تام او ماضي تام مستمر حاجه حدثت الاول لمده مثلا 10 سنوات هاد بين وركينج Uh, ظل يعمل لمدة عشر سنوات وبعدين he got the promotion حصل على الترقية يبقى had been working A الإجابة الصحيحة طيب number three having my friend's telephone number I contacted him يبقى كان أصل الجملة آه uh, having found B بعد ما وجدت تليفون uh, صديقي اتصلت بيه يبقى كان الجملة أصلها having found هي معناه after I have found بعد ما وجدت التليفون I contacted my friend اوكي؟ okay? او uh, after I had found كلاهما صحيح يعني يبقى اذا having هنا استخدمت كجرن uh, بدل ما اقول after I had او I have found وطبعا having جاي بعدها التصريف الثالث اللي هو found. having found معناه after I have found او after I had found. بابي الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 4 the TV program, well, for five years before it was terminated, had been working. برضو نفس الشيء. ظل يعمل هذا البرنامج لمدة خمس سنوات قبل إنهاء. يبقى had been working. سي الإجابة الصحيحة. Number five. As soon as I heard my friend's success, I him. هنا as soon as معناه بمجرد أن. لما يبقى في جملة بقى في زمن الماضي أجيب التانية في الماضي. لأن بمجرد ما حدث كذا حدث كذا. مجرد أن حصل كذا حصل كذا يبقى ما فيش فارق زمني كبير بين الحدثين يبقى نخليهم في نفس الزمن يبقى as soon as I heard اللي هي في الماضي I congratulated him هنأته مجرد ما سمعت عن نجاح صديقي هناته يبقى heard في الماضي البسيط و congratulated في الماضي البسيط يبقى دي الإجابة الصحيحة طيب الجملة number 6 my brother short stories for three years before he published them. برضو في عندي حدثين. حدث الأول لو نخليها في الماضي التام أو الماضي التام مستمر يبقى هنا سي had been writing. ظل يكتب قصص قصيرة لمدة ثلاث سنوات وبعدين نشر هذه القصص. يبقى published في الماضي و had been writing في الماضي التام المستمر. يبقى سي الإجابة الصحيحة. يبقى اذا لو في حدثين في الماضي، الحدث الاولاني اخليه في الماضي التام او الماضي التام المستمر، والحدث اللي بعد كده اخليه في الماضي البسيط او الباست سمبل. يبقى C had been writing الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 7، the match when I reached the stadium, I missed the exciting start. يبقى had begun when I reached the stadium. في حدثين. الماتش بدا وانا وصلت للاستاد بس هو بدا الاول هاد بيجن معناه انه بدا الاول وبعدين انا وصلت وبعدين هو بيقول بقى اللي بياكد هذا الكلام اي مس ذا اكسايتنج ستارت يعني فاتني بدايه الماتش اللي هي كانت شيقه يعني okay? اوكي يبقى اذا uh, الاجابه هاد begun بي الاجابه الصحيحه طيب السؤال نمبر 8 after ياسر two chapters of great expectations he went to bed يبقى after ياسر had read بعد ما قرأ تشابترين أو فصلين من قصة great expectations he went to bed يبقى في حدثين دلوقتي حدثوا حدث الأولان إن هو قرأ التو two chapters يبقى had read نخليها في الماضي التام والحدث اللي تلاه أو اللي جه بعد منه اللي هو he went to bed ذهب لكي ينام نخليها في الماضي البسيط يبقى الإجابة C had read الإجابة الصحيحة طيب الجملة نمبر 9 بيقول Uh, ready for the party before the guests arrived? يبقى, had you got ready? Had you got ready for the party before the guests arrived? هل uh, يعني استعديت للحفلة قبل وصول المعزيم أو الضيوف؟ يبقى had you got ready؟ خلاها هنا في الماضي التام عشان حدث ده سبق الأول وبعدين إن أنت استعديت يعني للحفلة وبعدين الإيه؟ Uh, الضيوف يعني قبل ما الضيوف يوصلوا اوكي okay. uh, يبقى اذا ايه الاجابه الصحيحه طيب نمبر 10 I tell my brother returns uh, home to make sure he is well يبقى I won't leave tell my brother returns يبقى لما نجيب tell او until uh, او after ممكن اجيب بعدهم على طول مضارع والجمله الثانيه مستقبل سواء بقى منفي او مثبت حسب المعنى يبقى I won't leave انا لن اغادر قبل أو لغاية تال يعني حتى my brother returns home حتى يعود أخي إلى البيت. يبقى C won't leave الإجابة الصحيحة. Uh, number 11. Before the manager arrived, uh, the lazy employee any work for hours hadn't been doing. hadn't been doing uh, any work for hours. يبقى B. يبقى ماضي تام مستمر وبعدين arrived في الماضي البسيط بعد ذلك يبقى بي be hadn't been doing ماضي تام مستمر زي ما قلنا لو في حدثين اخلي الحدث الاولاني في الماضي التام او الماضي التام المستمر والحدث اللي بعد كده في الماضي البسيط طب الحدث الثاني اللي هو اذا مانجر arrived وبعدين الحدث اللي جه قبل منه اللي هو hadn't been doing any work يبقى بي الاجابه الصحيحه طيب نمبر 12 I saw my friend Firas last week. I him since 2019. أنا شفت صديقي فراس الأسبوع اللي فات. I hadn't seen him uh, since 2019. ما شفتوش منذ سنة 2019. يبقى ممكن أستخدم الأزمنة التامة مع since اللي هي الجملة اللي قبل since ممكن ماضي تام أو مضارع تام. هنا الماضي التام uh, هي الإجابة الصحيحة. hadn't seen him since 2019. طيب. يبقى ايه الإجابة الصحيحة؟ طب نمبر 13، أي ذات مانجر فور ييرز بيفور آي وركت وذ هيم إن ذات كامباني، يبقى أي هاد نون ذات مانجر فور ييرز، ماضي تام، بيفور أي وركت وذ هيم قبل ما أعمل معاه، يبقى في عندي حدثين، إن أنا عرفت هذا المدير منذ فترة طويلة، يبقى هاد نون، وبعدين أي وركت وذ هيم، عملت معه يبقى يبقى إذا الحدثين الحدث اللي في الأول نخليها ماضي تام أو past perfect زي ما قلنا يبقى had known والحدث الثاني I worked اللي هو في الماضي البسيط okay طيب number 14 they had been playing football for an hour before it to rain. يبقى before it started to rain نفس الشيء had been playing ماضي تام مستمر حدث الأول وبعدين it started to rain بدأت تمطر يبقى إذا سي أو تمطر يبقى إذا سي started الماضي البسيط هي الإجابة الصحيحة طيب الجملة نمبر 15 after I to quiet music for two hours I felt relaxed يبقى after I had been listening to برضو ماضي تام مستمر I felt relaxed. I felt يبقى في الماضي. يبقى الحدث الأولاني إن أنا استمعت للموسيقى had been listening وبعدين الحدث الثاني I felt relaxed. يبقى إيه الإجابة الصحيحة. طيب number 16. Uh, which uh, of the following is structurally correct؟ هنلاقي إن هي دي once I had heard the good news I contacted عادل. بعد ما أو مجرد ما سمعت الاخبار الجيده اتصلت ب او الاخبار الكويسه اتصلت بعادل طبعا وانس الاو كابيتال وبعدين في كاما بعد الكلوز الاولاني اللي هو هاي اي هاد هيرد ذا جود نيوز وبعدين عادل الاي كابيتال بروبر نيم وبعدين في فول ستوب او بيريد في اخر الجمله يبقى اذا دي الاجابه الصحيحه طيب 17 what all evening by the time Tamer returned home What, what had you been doing what had you been doing all evening انت كنت بتعمل ايه طول الليل before أو uh, by the time تامر returned home لما تامر رجع البيت يبقى had you been doing سي الاجابه الصحيحه طيب سؤال نمبر 18 she refused to lend me her camera until i to take care of it يبقى until i had promised أوكي okay. يبقى I had promised الأول وبعدين الفعل الثاني اللي هي خلاص عطتني الكاميرا في الآخر. يبقى she refused الأول وبعدين I had promised وبعدين وافقت تعطي لي الكاميرا. يبقى I had promised إيه الإجابة الصحيحة. طيب number 19 which of the following is structurally correct؟ هنلاقي إن بي I didn't hand in my answer sheet until I had done uh, gone over the questions again. لم اسلم ورقه الاجابه لحد ما رجعت الاسئله كلها من تاني يبقى I had gone over all the questions راجعت او شيكت على الاسئله الاول وبعدين I handed uh, in my answer يبقى بي الاجابه الصحيحه. طيب uh, سؤال number 20 I revising all my lessons by last night يبقى I had finished انتهيت من مراجعه الدروس بتاعتي بمنتص... ب... في الليله الماضيه سي Had finished طيب سؤال 21 had you uh, been waiting for Hala for a long time before she arrived يبقى دي هل انتظرت هالة لمدة طويلة قبل ما تصل يبقى الانتظار حصل الأول had been waiting وبعدين arrived وصلها في الماضي البسيط يبقى دي الإجابة الصحيحة طيب سؤال 22 Unfortunately he missed the train when he the station the train يبقى when he reached the station the train had left يبقى b لما وصل المحطه كان القطار غادر بالفعل had left معناه ان هو غادر الاول وبعدين reached وصلت المحطه بعد ذلك يبقى b الاجابه الصحيحه طيب السؤال 23 he was overjoyed because he his final exam يبقى because he had passed his final exam هو كان سعيد جدا لأنه نجح في الاختبار النهائي يبقى B had passed الإجابة الصحيحة سؤال 24 she was exhausted because she all day كانت مرهقة لأنها had been working all day كانت بتعمل طوال اليوم يبقى had been working دي الإجابة الصحيحة طيب 25 after her daily housework she had some rest يبقى after uh, doing ممكن استخدم الجيران بعد ال, ال conjunction او اداه الربط يبقى بعد uh, ان قامت بعد القيام بمهام uh, uh, البيت اللي هي شغل البيت يعني she had some rest uh, استراحت يبقى doing سي الاجابه الصحيحه طيب السؤال 26 my uncle um, works as a surgeon in european country يبقى in a european country يبقى a مستخدمه بالرغم ان a إيه. تستخدم يعني يعني حرف من حروف vowels لكن هي تنطق يو اوكي تنطق يو يوروبيان اكنها بنقول حرف اليو يبقى اذا استخدم a إيه وليس اٍن يبقى a إيه الاجابه الصحيحه احنا يعني بنتعامل معاها كصوت مش كحرف مش كلتر يعني يبقى a إيه الاجابه الصحيحه طيب Uh, uh, 27. Uh, Mr. Sameh is a very uh, kind manager. He forgives mistake I make. He forgives whatever mistake I make. يعني يغفر أي شيء أنا عملته أو أي خطأ أنا ارتكبته. يعني uh, uh, هنا الإجابة الصحيحة see whatever. Whatever يعني مهما عملت هو يسامحني على ذلك. طيب سؤال 28. Uh, بيقول COVID-19. is still spreading but uh, the light is at the end of the tunnel. This means that معنى الكلام ان uh, ما اقول the tunnel is uh, uh, light at the end of the tunnel معناه we should have a lot of hope even uh, though everything is dark. يجب يكون عندنا امل ان الاحوال هتتغير يعني يبقى سي الاجابه الصحيحه. طيب السؤال 29 بيقول the of the woman as a homework no longer exists. She now holds key positions as a homemaker. As a homemaker no longer exists, she now holds key positions around the world. يبقى the stereotype. يعني الصورة النمطية للمرأة إن هي ربة منزل لم تعد موجودة لأن هي الوقت تعمل في وظائف مرموقة. يبقى stereotype بالإجابة الصحيحة. معناها صورة نمطية. اخر سؤال هنحله مع بعض النهارده 30: فاتن is over the moon she has won a or an for the her collection of short stories يبقى she has won an award. award يعني جائزه رسميه. هي uh, over the moon معناها سعيده جدا لان هي she has won an award يعني فازت بجائزه uh, for her collection of short stories لمجموعه القصص القصيره اللي هي كتبتها for children للاطفال. يبقى سي اورد الاجابه الصحيحه ان شاء الله تابعونا في الفيديوهات القادمه هنحل اختبارات شامله اخرى لطلاب ثالثه ثانوي ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب